يعني نرمين فقرتنا التالية مثل ما شايفين فقرة هاند ميد. مين منا ما بيحب الاكسسوارات؟ مين منا ما بيحب يرجع يعيد تدوير الأشياء القديمة بأشياء جديدة بتتناسب مع الموضة؟ وما في أحلى من الهاند ميد. رح نتعرف أكثر مع خريجة الفنون التطبيقية راما السيد، وهي بتشتغل هاند ميد. صباح الخير راما، صباح نور، يسعد أهلا وسهلا صباحك يا فيك. رب، يسعد حياكي. صباحك راما. يعني لما نحكي عن عالم الهاند ميد، يمكن هو عالم كتير واسع، واللي صحيح بيشتغلوا فيه كمان بتتعدد مواهبهم. انت مختصة او بتحبي يمكن مجال التطريز، خلينا نحكي شوي عن مجال الهاند ميد وكيف بتختار القطع والتصاميم. هلا الحياة التصاميم حسب الطلب، يعني كل واحد هو وجهه، بس بعطي انا نصائح مثلا من لون وهيك قصص، بس كلهم حسب الطلب. بحب نفذ دول الافكار، الشوكولات، مفاتيح البورتوكلي، الاطواق، البروش، حتى في منهم حلقات بس ماني جايبتهم اليوم. البرتوكلي حتى هدول كنفة. تمام، كله حلو هون، يعني كتبه مثل ما خير منيح. شايفين في عليهم كتابات. فينا نرفعهم شوي هاتي عندك للأستاذ يوسف، خليه ياخذ لنا اياهم. هاي ايوه، هون بس خلينا ولا هون. نشيل، يعني مثل ما شايفين خليهم هيك. كل قطعة إلى خصوصيتها، يمكن نكتب اسم الشخص أو تمام، نكتب له عبارات معينة، هيك نوع من القطع. يمكن كيف تحاولي كل مرة تجددي فيها؟ هلا في كتير منهم على السوشيال ميديا، فبختار انا كذا قصة بحاول اني اطبقها بتعجب العالم، فبصير يعني بعرضها، فبصير بيجي عليهم هيك طلبات. نعم. وقديش بتاخذ معك تقريبا هيك قطع شغل؟ تقريبا شي ساعة ونص. يعني سريعين. هلا انا لبستها لنيرمين الخاتم خاتم، هذا هذا الخاتم الخاتم إعادة تدوير، عبارة عن سلك صوبيا بنلف عليه خيط صوبيا. التطريز وبعدين نعمل له هذا موديلات. بس عن جد قديش طالع سوري، بس حلو. انه معلي كنت جايين حابة لبسك ذهب بس. بالعكس كتير حلو. يعني مين بيختار له مثلا سيخ تمام، صوبيا انه بالعاده نحن بنمسكه بنكبه، فندوره ونعمل منه شغلات. هو عالم يوسف إعادة التدوير كتير كبير، يعني ما فينا نكب شيء صار فيه، يعني كل قطعة عنا بنقدر نستخدمها، مثل الصابون نقدر نعمل منه أشكال بتنحط هيك زينة حلوة، حتى الشمع بنرجع ندبه ونحط له مثلا عطر بصير معطر، في كتير أشياء ما عاد فينا نكب شيء صار، يعني كل ما هيك إنه بنتطور أكتر. راما، انت مجهزة حالك بدك تشتغلي شيء تمام كنفا؟ خلينا، تقدري هيك بزمن سريع تعملي شيء؟ إن شاء الله. يلا لا، رح أعمل وردة صغيرة يلا. ما رح اوكي، تصير خلينا كبيرة. نحكي نحن وعم تمام، نشتغل. هاي الوردة لشو بدك تعمليها اول شيء؟ مثلا هلا مطلوب لبورتوكلي. مني اي برتقالي. اوكي، يمكن كمان راما شايفين اساور، يعني مو بس بورتوكلي، لا حتى ممكن في نحن طواق نسوي اساور، مثلا، يمكن حتى عقود هو وحلق. على يعني حسب المعدن اللي موجود بالسوق انا عم بس اشتغل. كتير صغار، يعني فيك تشتغليهم انه هي كثير وفيك كثير اكيد فيكي، ناعمة. بس كتير ناعمة بتعذب. يعني راما بده يشتغل بهذا المجال، قديش بده يكون عنده طولة بال؟ يعني انا لا هو يمكن كثير بده صبر. ما بتخيل حالي قاعدة عم بحط الابرة والخيط، فورا بدي اخلاقي انا ما بفوت الابرة صرنا اثنين بهذا المجال. فقديش اللي بده يشتغل بهذا المجال بده يكون بحب هي الشغلة، بيكون عنده طولة بال، يمكن حتى بيعرف يدمج الالوان مع بعضها. حتى اذا مثلا ما زبطت معه طلعت هيك مايله، بدك ترجعي تفكي الخيط كلياته تقريبا الكلمه كلها، لانه هيك طلع شوي عندك ما فيك تقطعي الخيط وترجعي تكملي، يعني اجباري بدك تفكيها كلها وترجعي تعيديها، كثير بدها طولة بال. تمام. راما، خلينا نحكي كيف بلشتي؟ فكرتي انه يعني من انت وصغيرة شفتي حدا عم يشتغل قدامك، فكرتي تبلشي بهي الفكرة، هلا حبيتيها؟ الحقيقة هي مين أنا كان دربك؟ عندي ميول كتير كبير لهذا الشيء، بس خلال ماما كتير ساعدتني ودعمتني كتير، كمان كان عندها قصص فنية وهيك، يعني أنا أغدر من ماما هي القصة، بس كتير كنت أشوفها هيك إنه يا الله بدي أصير مثلها وأتعلم منها، بس كمان يعني من خلال دراستي هي أخذت الخبرة يعني كافية كتير حتى خلتني إنه أتعلم مجالات أكتر يعني وأشتغل فيهم. راما، قديش برأيك موضوع الهاند ميد بإعادة التدوير مهم اليوم بمجتمعنا؟ يعني مثل ما شفنا هيك مثال عن الخاتم اللي لابسته، إنه شغلة بسيطة نحن ممكن نكبلها، ممكن يطلع منها قطعة كتير حلوة، حتى يمكن قطعة مميزة ما نلاقيها كتير بالسوق. صحيح، هو عن جد كتير عالم كبير وما فينا صار عن جد نرجع نكب شيء، يعني قلت لك مثل ما قلت لك قبل في كتير اشياء يعني صعب انه صار نكبها، حتى الاناني صار في منها نعمل منهم اشياء نصمدها حتى بالبيت تكون طريقه مرتبه وحلوه، حتى السيديات، المرايا المكسوره، بحر كامل، يعني ما فينا عن جد نكب ولا قطعه بالبيت. انت جربتي فيهم ولا لا؟ لا؟ صراحه جربت فيهم بس يعني
باع والله الحقيقة. برافو. لا ما شاركتي ببازارات؟ قدرتي تسوقي لقطعك على الفيسبوك؟ احكي لنا هلا كيف الحقيقة لسه ما بتعملي. سبق وشاركت ببازارات، اوكي عبر التواصل مواقع التواصل الاجتماعي بنشترون وبجي الحمد لله طلبات. يمكن نحن هيك شوي بعالم الحداثة إذا بدنا نقوله، لما نحكي عن عالم الإكسسوار أو حتى الهاند ميد الخيارات كتير واسعة. صح. قديش بتلاقي اليوم ردة فعل البنات عم يحبوا لهذا النمط اللي نحن ممكن نصنفه كنمط شرقي؟ يعني صحيح. بتلاقي البنات عم يحبوا أو حتى عم يطلبوا منك ديزاينات معينة ممكن يهدوها، ولا لا بتحس إسا بعد ما كتير في تقبل لهذا الموضوع؟ هلا في لا في عالم تحترم هذا كتير المجال يعني هيك بيلفت نظرها. اي ابه تمام. تلبى عليك لما حد بين على كنزتي. اوكي كمان هاي القبة هي كيف شغلتيها؟ تشبيك بقلب بعضها هي مشوطي الخيط وكذا قصة، بس هي بدنا نلبسها على شيء يمكن انا سادة ما بقت الاسود او هي لولو كيف مشبكتيها بقلب هي عبارة عن خيط مصيص بفوت الخرزات من الابرة فيهم. كيف طلع حلوة؟ قديش قديش اخذت معك شغل تقريبا هيك قطعة؟ لا هي طولت كثير الحقيقة لانه اول شيء يمكن اذا بنشوف هيك قطع شوي بنحس بنرجع لهيك الزمن الحلو تبع امهاتنا، يمكن كان عندهم كثير قطع. اليوم عم تحاولي عندك فكره او مشروع انه تحاولي ترجعي تحييهم؟ تمام، نحيي دول الاشياء القديمه التراث تبع هيك، حتى لك طلعت كثير حلوه مع الكنزه هي. تمام طالع رما. خلينا نحكي كثير، يمكن نحن عم نشتغل طبعا كثير من الصبايا بحبوا يشتغلوا بس يمكن ما بيعرفوا الخطوط الاساسيه، بس اليوم على اليوتيوب او على الفيسبوك موجود كثير فيديوهات انها هي تعلمك اذا ما لقيتي حدا يتعلم. قد بتستمدي هي الافكار من اليوتيوب؟ وقديش اذا حدا لجأ لك انك تعلميه بتعلميه مبادئ اساسيه وبتختاري له طريقه؟ هلا انا ما عندي ادب انه اي حدا بيجي بيطلب مني مساعده انه ما برد حدا الحمد لله. يلي عم تعلمته بعلم رب العالمين طبعا، وصانا انه العلم يلي علمناه لازم نحن ننشره ونعلمه، ما بحب انه والله خبي انه خلص انا عملتها وانت تتعلمي خلص لحالك. واليوتيوب كمان كثير ساعدني، يعني احيانا قطع اكون نسيانه كيف تنعمل وهيك، بس انه اكتب اسماء مثلا الغرزه وهيك وارجع انه اتعلمها. هلا اليوتيوب كثير بحر واسع، اي حدا بيقدر مثلا يكتب اسماء الغرز او مثلا كيف صناعه ورده من غرزه اللهم صل على سيدنا محمد الركوكو دغري بتطلع، يعني ما حد حدا يستنى حدا انه نعلمه او مثلا كيف عملتيها وهيك، بس نحن نسال شو القطبه اللي عملتيها خلص نجيب قراره. بس مو كل الاشخاص، نرجع ناكد يمكن مو كل الاشخاص يمكن عندهم هي الميول هذا الشيء، كثير بدها صبر. صحيح. يعني اول مره بتجي انا حابه اتعلمه هيك، بس انه اذا ما قعدت وهي اشتغلت هيك تلاقيها كثير بدها وصعبه وهيك، لا خلص بلاها احسن. يعني مثل ما شايفين بتشتغلي باللولو ويمكن التطريز، دائما هيك كل بنت لما يكون عندها مشروع صغير بتحلم تكبره وتوسعه، وين هيك بتفكري بمشروعك توصلي بعد فتره معينه؟ هلا كثير حابه اشارك ببازارات ان شاء الله اذا الله راد، ومجالات ثانيه. هلا كثير عم فكر على كفرات الموبايل طرز دخل تطريز معهم، يعني فكره كمان هي كثير حلوه. رما هي الكاميرا بس هيك اشتغلي لنا شوي، علمي كل حدا هيك فينا نرفعها ولا لا صعبه عليكي؟ هي بتلبك شوي بس قولي لنا انت شايفتك عم تلفي الخيط على الابره ليش؟ عشان تعطي عقده هي اسمها غرزة الركوكو. هلا اول ما فوت انا الابره من هون باخذها على من تحت منها. هلا هي اول شيء بلش بغرزه رقم 11، بعدين قوس من فوق لو معي قلم بس كنت عملتها، ورد هيك داير من دايره بتصير. هلا هون انا فوتها من هون وطلعتها هيك من هون طلعتها، بعدين بلف خمس لفات تقريبا. طب بس سؤال، اذا خربطتي شو بتعملي مثلا بالشغل السناره او بالصوف بتكري؟ بس هون شو بتكبيها؟ لا بترجع كلها راحت. رغم ذكرتيني بحالي وقت كنا يمكن تتذكري ليا بالصف الحادي عشر او العاشر درس التطريز لما كنا يعني اوكي نبلش نجرب بالتطريز، ما بعرف كيف بتصير القطعه بتجمع كلها فبدنا نرجع نفردها، فهي يمكن بنشد الخيط. صح بتصير هيك مجهوده انت بس بتفوتي الخيط هيك، واذا الواحد بيكون عنده كثير خبره حتى انه يشتغلها بلا طاره يعني كثير بتلاقيها، بس كمان صعبه اول ما بتبلش كثير بتجمع وهيك. صحيح كرشي، اما عطار الشغل فيها اسهل لانه هي مجدوده خالصه.
رغم معنا كمان شيء ما بعرف شيء. هلا هدول اعاده تدوير اكسسوارات من انما اوكي ورجعت انا رجعتي اعطي دخلت لهم مثلا هدول البروشات هيك الصغار ساويتهم فيه. في الحلقات كمان يعني كمان كلها هون هدول اثنين اعاده تدوير. دائما بتحبي او بتشوفي تشوفي حدا انه ما عاد بده الاكسسوارات اللي عنده اعطيني اياهم انا بشتغل فيهم اعطوني اياهم دائما ضمن العائلة الرامة الملجأ للكل بيعطوها الأغراض تمام أي شيء حدا بدهن صار كبها هي ولا ما كبها خلص خليها رامة بتستفاد منه نعم منلحق منشوف الوردة معنا تقريبا شي دقيقتين ثواني بس راح الخيط دقيقة هي الرامة يعني تقريبا نحن عم نشوفهم على اكسسوارات يمكن كمان هدول الديزاينات بنشوفهم بالبيت ربة المنزل كمان بتستخدمهم لتطريز او يمكن تزيين الطاولات او قطع معينه هيك بتصور هلا التطريز بحر واسع كثير يعني بنعمل مثلا منه جالات طاوله مفارش كثير قصص منه يعني التطريز هو بحر لحاله يعني لما دخلنا التطريز مع الاكسسوارات كمان صار هيك مجالات ثانيه نعم راما بنهايه لقائنا يعني لوين بتطمحي تكوني غير انك تشاركي ببازارات شو بتطمحي تجربي يمكن انواع من التطريز حد الصعوبه ولكن انت بتطمحي له لا بيقولوا التطريز الفلسطيني صعب كثير الايتامين وهدول القصص يعني بيكونوا يعني هدول صح من نوع من انواع الايتامين بس هداك يعني الفلسطيني بيكونوا اصعب شوي كثير جاي على بالي هذا اتعلمه هيك ان شاء الله يا رب موفقه راما نحن كثير بدنا نشكرك ويعطيك الف عافيه انا بتشكر الاخباريه السوريه على اللفته الحلوه للشبابيه وبتشكركم لكم كثير شكرا اهلا وسهلا وراما يعني اي حدا حابب ياخذ اغراض من عندك على الفيسبوك تمام صفحتي اسمها RS Art اهلا وسهلا فيك يا راما وكل التوفيق بكل كل شيء بتحلمي فيه بحياتك واكيد بمشروعك الخاص هو التطريز شكرا نشكرك كثير شكرا